السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهنبدأ إن شاء الله النهاردة حلقة جديدة للماث فيرست بريب للفيرست ترم Factorization by taking out HCF. عنوان الدرس بتاعنا إن شاء الله النهاردة Factorization by taking out HCF، وتعالى نشوف مع بعض أهدافنا النهاردة إيه في درس النهاردة. Our objectives is by the end of this lesson the students should be able to Number one, determine how to take out the highest common factor from any expression. هنتعلم ازاي ناخد ان شاء الله ال HCF اللي هي اختصار كلمة highest common factor. Number two, determine how to take the HCF from the coefficients اللي هي الارقام. حضراتكم عارفين طبعا كل algebraic term في جنبه coefficient اللي هو النمبر. هناخد برضه من ال HCF. Number three, solve many problems on HCF of several terms. هنتعلم ازاي ناخد مع بعض HCF لاكثر من ترمين او ثلاثة. تعالوا نشوف مع بعض درسنا النهارده كله بيتكلم على الـ highest common factor وازاي نقدر نعمل factorization للـ expression. نشوف مع بعض اول حاجة هنتكلم فيها النهارده يا اولاد هي الـ meaning of the highest common factor. معنى كلمة highest common factor و هنشوفها مع بعض بالتفصيل احنا ازاي بنستخدمها في المسائل. اول حاجه نتكلم فيها مع بعض the factors of 12. What's the meaning of the factors of 12؟ الفاكتورز بتاعت 12 اللي هي الارقام اللي تايمز بعضها بتطلع 12. لو حضراتكم بصيتوا معايا على كلمه 12 كام تايمز كام ب 12 هنلاقي 1 تايمز 12، هنلاقي 2 تايمز 6، هنلاقي 3 تايمز 4. هل في عندنا فاكتورز ثانيه لل 12؟ لا، اذا ال 12 الفاكتورز بتاعتها لو انا هتكلم عنها بالتفصيل هتبقى الفاكتورز ايكوال ال 1 ال 2 ال 3 ال 4 ال 6 ال 12. These are the factors of 12. كل الارقام اللي موجوده في تيبل 12 اللي هي 1 تايمز 12 و 2 تايمز 6 و 3 تايم 4. The factors of 10xy. لو عندي بقى الجبريك تيرم الاولاني كنا بنتكلم عنه 12 ده نمبر اللي هو الكوفيشنت. طب احنا عندنا لما اجي افوق اشوف الالجبريك تيرم 10xy ده المفكوك بتاعه شكله عامل ازاي؟ قال لي ده هنفصل الكوفيشنت لوحده اللي هو 10 وكل سيمبل لوحده الاكس والواي. يبقى ال 10xy ده الجبريك تيرم consists of 3 factors. One of them is numeric and the others are symbolic. يبقى 10 واكس وواي. طيب دي الفاكتورز بتاعته. لو بصينا على الكومن فاكتورز بتوين مثلا 12 اند 15 احنا قلناها من شويه مع بعض 12 عرفنا مين تايمز مين ب 12، تعال نتكلم على 15 كمان. يبقى انا دلوقتي بعرفكم يا اولاد يعني ايه كلمه فاكتور، ازاي نجيب فاكتور لنمبر، ازاي نفك الفاكتورز بتاعت الجبريك تيرم، ودلوقتي ازاي نجيب حاجه اسمها كومن فاكتور. كومن فاكتور يعني معناها الفاكتورز المشتركه اللي ما بين ال 12 وال 15. ده هيتطلب مني طبعا ان انا افك الفاكتورز بتاعت 12 كلها عشان اشوف مين فيهم الكومن. 1 تايمز 12، 2 تايمز 6، 3 تايمز 4. دول كل الفاكتورز بتاعت ال 12. طب الفاكتورز بتاعت ال 15، 1 تايمز 15 و 3 تايمز 5. كده الفاكتورز بتاعت ال 12 6، الفاكتورز بتاعت ال 15 4. مين فيهم كومن؟ مين فيهم ريبيتد؟ بعض الناس هتقول لي يا مستر طب ما هو ال 1. ال 1 ده ريبيتد متكرر. اقول لهم اه بس الكومن فاكتور ما ينفعش 1 لان ال 1 ده يعتبر كومن فاكتور لكل الارقام في دي فمش هيأثر عندي في حاجه. لكن مين تاني؟ برافو عليكم 3. يبقى 3 از ا كومن فاكتور بتوين ال 12 اند 15. يبقى ممكن ال 1 ولكن ال 1 ده يعتبر كومن فاكتور فور اور نمبرز وبالتالي doesn't affect on the operation of the highest common factor ولكن في عندي other common factor اللي هو 3. طيب يبقى كده عرفنا ان الكومن فاكتور ايه؟ 3. ولو عندي اكتر من كومن فاكتور يعني الناس اعتبرت 1 و 3 ساعتها لو انا اتكلمت على الكومن فاكتور ممكن اتكلم عنه على انه 1 تايم 3 الانسر هيبقى ايكوال 3. يبقى الكومن فاكتور لو في عندي اكتر من كومن فاكتور بعملهم تايمز بعض. تمام. طيب تعالى نشوف مع بعض ازاي بنقدر نجيب تاني كومن فاكتور بتوين الجبريك تيرم المينينج بتاع الهايست كومن فاكتور تاني. تعالوا نبص مع بعض على ال 2 اكس ال 2 تيرمز دول. عندي الجبريك تيرم قدام حضراتكم 5 اكس سكوير واي و وترم تاني
10xy. ولادنا بقى الشطار يركزوا هنا عشان هي دي تقريبا فكره الدرس. 5x سكوير y لو جيت افكها للفاكتورز بتاعتها هلاقي 5 وx وx وy. 5x باور 2y 5x وx. ليه كررت الاكس؟ عشان هي x باور 2 ريبيتد 2 تايمز. 5 وx وx وy. طيب ال 10xy لو انا هفك ال 10 للفاكتورز بتاعتها هتبقى 2 تايم 5 وx وy. لو فكيت ال 10 5 تايمز 2 او 2 تايمز 5 وx وy. طيب هنا في ظهر قدامي في كومن فاكتورز. عندي مين الكومن فاكتورز؟ بالظبط كده، برافو عليك يا اولاد. عندي 5 كومن، ادي 5 وادي 5 موجوده. عندي اكس واحده كومن اهي متكرره ما بين ده وبين ده، وعندي الواي كمان كومن. يبقى في الحاله دي لو جيت اجيب ال 5 لوحدها تسمى كومن فاكتور، الاكس لوحدها تسمى كومن فاكتور، الواي لوحدها تسمى كومن فاكتور، ولكن الهايست كومن فاكتور هيبقى كلهم مع بعض. يبقى ادي الكومن فاكتور بتوين 5x باور 2 and 10xy. زي ما قلت لحضراتكم ال 5 لوحدها تنفع والاكس لوحدها تنفع والواي لوحدها تنفع، ولكن ال HCF اللي هو الهايست كومن فاكتور هو ال 5xy على بعضها، يبقى النتيجه هتبقى 5xy. يبقى الهايست كومن فاكتور ايكوال 5xy. دي الطريقه اللي احنا بناخد بيها الكومن فاكتور او ال HCF between two algebraic terms. تعال نشوف بقى اكزامبلز على الكلام ده. بس طبعا المينينج برضو في النقطه الثانيه مهمه، المينينج اوف ذا هايست كومن فاكتور. لو بصينا على النوت دي يا اولاد هنلاقي ان 4 تايمز 7 بلس 5 كان في عندي بروبرتي خدناها في سنه 6 اسمها ديستريبيوتيف بروبرتي، يعني 4 تايمز 7 و 4 تايمز 5 اهي ايكوال، هي فعلا 4 تايمز 7 بلس 4 تايمز 5 مين ذات وي يوز ديستريبيوتينج مالتيبليكيشن اون اديشن، اللي احنا كنا بنسميها distributive property. while ال 4 times 7 plus 4 times 5 لو احنا عملنا العكس بقى، انا شايف ان 4 times 7 as a term 4 times 5 another term. we notice that ال 4 is repeated، ال 4 متكرره بينهم الاثنين، وبالتالي اقدر اخد ال 4 common factor بره وبعدين افتح براكت هيبقى لي في الترم ده remainder 7 and في الترم ده remainder 5 يبقى 7 plus 5. يبقى دي means factorization by identifying the HCF. يبقى هي دي الفكره اللي بنقول لحضراتكم عليها، اني الاقي number repeated او term repeated او letter repeated between two terms or more. this is means factorization by identifying or by taking out HCF. طيب تعال نشوف مع بعض example. لو بصينا مع بعض لقينا expression consists of two terms 5a and 5b. 5a consists of two terms, sorry, two factors 5 and a. 5b consists of two factors 5 and b. لو بصينا على common factor right, if 5 is a common factor so the result will be 5 by identifying HCF 5 times. برافو عليك يا اولاد. A plus B دي الريزلت. لما اخد الكومن فاكتور الحاجه متكرره بينهم اخدها بره، بفتح براكت واكتب الريميندرز فروم ايتش تيرم، بكتب الريميندرز الباقي كل تيرم. تعال نشوف الريزلت. رايت 5 as the highest common factor and the remainder from the first term A and the remainder from the second term B. ودي كانت تقريبا ايه الريزلت بتاعت المساله. طيب تعال نشوف اكزامبل كمان. اكزامبل factorize by taking out HCF. ادي اول اكزامبل. لو بصينا مع بعض على الترمات بتاعته هنلاقي 49 بي باور 2 minus 7 بي باور 3. احنا شايفين في هنا highest common factor ما بينهم وفي كومن فاكتورز كتيره، وده كمان اكزامبل 9 ام باور 4 ام باور 2 ماينس 6 ام باور 3 ان باور 3 بلس 12 ام باور 2 ان باور 4. another example 8 a باور 3 ماينس 4 a باور 2 بلس 6 a.
تعال نشوف بقى واحده واحده احنا ايه هنفصل الكلام ده ازاي. الانسر الاجابه اول حاجه احنا هنفك اول حاجه ال 49. كل اولادنا الشطار عارفين ان 49 7 تايمز 7 والبي باور 2 بي وبي. طيب هنا بقى ال 7 معروفه طبعا انها 7 تايمز 1 والبي باور 3 بي وبي وبي. لو بصينا على الكومن فاكتور هنلاقي ال 7 نفسها كومن فاكتور. طيب والبي كومن والبي كمان كومن، يبقى الكومن فاكتور هنا او الهايست كومن فاكتور هنا رايت 7 بي باور 2. ال 7 لوحدها كومن فاكتور، البي لوحدها كومن فاكتور، البي لوحدها كومن فاكتور، لكن الهايست كومن فاكتور ان انا اخد كل اللي متكرر ما بين ال 2 تيرمز، وبالتالي يبقى الهايست كومن فاكتور ايكوال 7 بي باور 2. طيب هنا انا خدت 7 وخدت البي وخدت البي. الريميندر الوحيد اللي فاضل 7، برافو عليكم، يبقى هنا هيبقى فعلا 7 زي ما حضرتك شايفين اهو. ماينس هنا انا خدت 7 وخدت البي والبي، يبقى بي واحده، يبقى الريميندر from the first term 7 and from the second term b. دي كانت اول مساله. طب الثانيه لو بصينا في نفس الطريقه يا اولاد على ان احنا نفسر ال 9 will be 3 times 3، ال 6 will be 3 times 2، ال 12 it will be 3 times 4، يبقى فعلا الكومن فاكتور من الكوفيشنت هو 3. اما الليتر بقى في طريقه جميله كده نمشي عليها عشان ما تلخبطناش لما الباورز تكتر كده يا اولاد. عندي ام باور 4 وام باور 3 وام باور 2، يبقى الكومن فاكتور اقدر اخد الريبيتد ليتر باي ايدنتيفاينج ذا سمولست باور. يعني انا اقدر اخد الكومن فاكتور باقل باور فيهم. عندي ام باور 4 ام باور 3 ام باور 2 اقدر اخد منهم ام باور 2. يعني انا هاخد ال 3 كومن وهاخد معاها ام باور 2 وهاخد معاها برافو عليكم ان باور 2 برضو. ليه؟ عشان الام باور 4 ام باور 3 ام باور 2 اقلهم ام باور 2، والان باور 2 وان باور 3 وان باور 4 اقلهم برضو ان باور 2. فانا باخد الكومن فاكتور باقل باور عشان اقدر اضمن ان انا هاخده وهخصمه من الثلاث ترمات. طب تعال نشوف الريميندرز. يبقى المساله الانسر بتاعها اهو، فعلا انا خدت 3 ام باور 2 ان باور 2. اول ترم خالص لما فكينا 9 3 تايم 3 انا خدت 3 هايست كومن فاكتور، يبقى 3 ادي اول باقي 3. طيب الام باور 4 خدنا منها ان ام باور 2 يبقى لي ام باور 2. الان باور 2 انا خدتها، الان باور 2 اهي انا خدت قصد ان باور 2، فهنا مش هيبقى فيه في ريميندر ان خالص. سكند تيرم لما خدت 6 فكيتها 3 تايمز 2، احنا خدنا كومن فاكتور 3 يبقى الريميندر 2، ادي الريميندر 2. طيب وام باور 3 ان باور 3 انا خدت منهم ام باور 2 ان باور 2، يبقى الريميندر ام وان، يبقى ادي الريميندر في الميدل تيرم اهو يا اولاد ام وان. طيب اخر واحده 12 كنت انا فكيتها فاكتورايز 3 تايم 4، خدنا 3 كومن فاكتور يبقى الريميندر 4، ادي الريميندر 4. طيب ام باور 2 ان باور 4، الام باور 2 انا خدت ام باور 2 يبقى مفيش ريميندر ام، لكن ان باور 4 انا خدت منها ان باور 2 يبقى الريميندر ان باور 2، يبقى ده الريميندر في اللاستر. دي الطريقه اللي بناخد بيها الكومن فاكتور زي ما قلت لحضراتكم. موضوع ان شاء الله بسيط وسهل. والاكزامبل التالت بقى لو جيت افك ال 8 هتبقى 2 تايمز 4، ال 4 هتبقى 2 تايم 2 رايت، 6 هتبقى 2 تايم 3. لو بصينا مع بعض ال 2 is repeated in all coefficients so it will be a common factor. يبقى أول حاجة ال common factor 2. طب ال letters a power 3 a power 2 a، يبقى ال common factor right a. طيب يبقى لو خدت a واحدة منهم هنشوف بعد كده الريميندر الموجود في بقية الترمات. طيب يبقى هنا ال common factor فعلا 2a. ريميندر انا اخدت من فيرست تيرم كومن فاكتور 2 يبقى ريميندر 4. الاي باور 3 انا اخدت منها a يبقى ريميندر a باور 2. السكند تيرم خدت انا 2 عملتها فكيتها فاكتورايز 2 تايم 2 خدت 2
يبقى ريميندر 2. طيب والاي باور 2 خدت ايه؟ يبقى ايه واحده؟ اللاست تيرم 6 باي فاكتورايزنج 2 تايم 3 ذا كومن فاكتور 2 سو ذا ريميندر ويل بي 3 اند letter A, we have received the common factor A, so there is no remainder in the last term with respect to letters. مش هيبقى فيها letter. دي الطريقة اللي احنا قلنا لحضراتكم بيها ماشيين بيها الـ common factor. وتعالوا نشوف كمان example على نفس الموضوع. Example. Also factorize by taking out HCF. 15. A power 3 B power 4 plus 6 A power 5 B power 3 minus 3 B A power 2 B power 2. لو بصينا بنفس الطريقة يا أولاد اللي احنا مشينا بيها من شوية ال 15 by factorizing 15 into factors 3 times 5 is 6. فعلا شطار يا أولاد، هتبقى 3 times 2 أما 3 هتبقى فعلا 3 times 1. So the common factor from the coefficient, it will be 3. 3, the common factor between the coefficients and the letters. We are going to take the HCF by the letters by taking out the smallest power of the repeated symbols. The smallest power, A power 3, A power 5, A power 2. So the smallest, it will be L power 2. يبقى common factor هناخده. هناخد من coefficient 3. من الـ A هناخد A power 2 the smallest power B power 4 B power 3 B power 2 it will be B power 2 right. يبقى ده لو طلب مني في الكمبليت قبل كده ده اللي بنسميه الـ HCF. ناخد من الـ numbers الـ repeated وبناخد من الـ letters الـ common الـ smallest power. طيب يبقى الباقي الـ remainder تعال نشوف. يبقى زي ما قلت لحضراتكم دي نقطة مهمة، إن الـ highest common factor of the repeated symbols is the least power، اللي هي أقل power زي ما خدناها A power 2 و B power 2 كانت فعلاً الـ least power. طيب تعالوا نشوف الـ solution. زي ما قلت لحضراتكم أدي الـ highest common factor 3 A power 2 B power 2. By eliminating these factors from each term, the remainder from 15. We are going to 15 to factorize 15 3 times 5. By taking out 3. So the remainder it will be 5. By taking from A power 3 A power 2, so the remainder it will be A. If we take B power 2 from B power 4, so the remainder will be B power 2. And we factorized 6 by 3 times 2. We take the 3 as a common factor, so the remainder it will be 2. We are going to take A power 2 from A power 5. So it will be the remainder A power 3. B power 3, we take out HCF B power 2. So the remainder it will be B. And this term, جدير بالذكر لو احنا نلاحظ الترم ده. أنا فكيت 3, 3 times 1. أنا أخذت 3 common factor, يبقى remainder 1. أما letters, أنا أخذت A power 2 وأخذت B power 2. So the remainder from all these terms, all components of this term, it will be 1. الحاجة الوحيدة اللي هتبقى في الترم ده هي مين؟ ال 1. طيب تمام، تعالوا نشوف برضو example تاني. بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب للـ factorization by taking out HCF. Factorizing 3x power 2 plus 6x power 7 2x x minus 7 minus 7 x minus 7. بعد ولادنا الشطار هيفكروا تفكير علمي صحيح، يا مستر طب ما نستخدم الديستريبيوتيف بروبرتي عشان ندخل الترم ده يتعمل تايمز الاكس وتايمز ال7 و2x تايمز الاكس تايمز 7 وال7 تايمز الاكس تايمز 7. قلت لهم يا اولاد امتى الكلام ده؟ لما يكون طالب مني فوق سمبليفاي، ودي برضه موجود عندنا في درس سابق خدناه قبل كده مع بعض. لكن دلوقتي بيقول لي فاكتورايز، يبقى فاكتورايز انا اللي باخد بره الكومن فاكتور. هو كمان بيقول لي باي تيكنج اوت اتش سي اف، واحنا عارفين ان احنا بناخد بره الترم المتكرر ما بينهم نطلعه بره. اذا انا مش هينفع ادخل اعمل تايمز عشان اكبر الترمات
وده المفروض اخد الكومن فاكتور بره عشان الريمندر يصغر، وبالتالي يبقى انا هدور على حاجه ريبيتد. فعلا برافو عليك يا اولاد، انا عندي الاكس ماينس 7 از ا براكت، اكس ماينس 7 از ا براكت، اكس ماينس 7 از ا براكت، ات ويل بي ريبيتد. يعني ينفع يا مستر ان انا اخد هايست كومن فاكتور بتوين ذيز تيرمز يكون براكت على بعضه؟ ايوه ينفع. ولو خدت الاكس ماينس 7 بره ايه اللي ممكن يطلع؟ تعال نشوف السوليوشن، هنلاقي ان الهايست كومن فاكتور فعلا ينفع يا اولاد يكون فاكتور كامل او اكسبريشن كامل او باينوميال كامله ريبيتد فروم اول تيرمز. ايوه طبعا. طب تعال نشوف الريمايندرز بقى، بصوا هتبقى عامله ازاي. لو انا خدت الاكس ماينس 7 في من كل الترمات، بصوا حضراتكم كده، الفيرست هيبقى فيه 3 اكس بار 2، سكند هيبقى 2 اكس، الثيرد هيبقى نيجاتيف 7. فلما خدت فعلا البراكت بره اكس ماينس 7، الريمايندر ات ويل بي 3 اكس بار 2 بلس 2 اكس ماينس 7. طيب برضو فكره من الافكار جميله، وتعالى نشوف فكره كمان. Another example. Also factorize by taking out HCF. بصيت لقيت 14A و X plus Y minus 21B و X plus Y. طيب ولادنا الشطار خلاص لمحوا ان البراكت X plus Y is repeated. ده كلام جميل. يبقى انا يا مستر one of the common factors from these terms ال X plus Y، صح. لكن بلاش بقى نغفل بقية المسألة. أنا عندي هنا 14، لو إحنا فكرنا ولادنا الشطار نفك ال 14 هتبقى 7 times 2، right. لو فكرت أفك ال 21 هتبقى 7 times 3، right. يبقى إذا في عندي common factor تاني from the coefficient it will be 7. يبقى ال common factor لو أفكر أخده كله هيبقى 7 bracket x plus 1. يبقى هاخد الكومن فاكتور 7 براكت اكس بلس اي بلس واي. طيب يبقى اذا تعال نشوف السوليوشن مع بعض. 35A بلس ده اكزامبل تاني. السوليوشن بتاع الاكزامبل بتاعنا يا ولاد اهو 7 اكس بلس واي، زي ما قلت لحضراتكم انا خدت من الكوفيشن 7 وخدت من البراكتس اكس بلس واي. تعال نشوف الباقي. هنا لما خدت 7 يبقى 2 وبقى جنبها السيمبل A، لكن البراكت X بلس Y انا اخدته بره، يبقى ده كومن فاكتور وده كومن فاكتور، يبقى الهايست كومن فاكتور it will be 7 براكت X بلس Y. And here is the remainder 2A. لما فكيت ال 14 فاكتورايز 7 times 2 خدت 7 يبقى ال A 2A، وبقى جنبها لتر A. طب هنا 21 لما خدت 7 كومن فاكتور يبقى جنبها 3 وكمان جنبها سيمبل بي، يبقى 3 بي. يبقى ده الانسر بتاع الفيرست كويستشن. السكند كويستشن بيقول لي 35A بلس 10. الاكزامبل ده انا جايبه بسيط كده وسهل، لان بتيجي في التشوز كومبليت حاجات زي كده في افكار الامتحانات يا اولاد. نخلي بالنا فيهم واحد فيه لتر وواحد ما فيهوش خالص. ما فيش مشكله. طب انا برضو هفك الكوفيشن الاول. 35 by factorizing 35 equals 7 times 5 by factorizing 10 2 times 5. So the highest common factor between the coefficient it will be 5. وما فيش عندي common factor between the symbols because the first term has only one symbolic factor A and the second term has no symbolic factors. So there is no common factors between the symbols. يبقى ال highest common factor هنا هيبقى مين؟ هيبقى 5 بس. طيب يبقى الانسر بتاعه هيبقى عامل كده، هناخد ال 5 كومن فاكتور. لما فكيت ال 35 7 تايمز 5 اخدنا ال 5 كومن، يبقى ال 7 ريمايندر وجنبيها اللتر A. لما خدنا ال 10 2 تايمز 5 اخدنا ال 5 كومن فاكتور والريمايندر يبقى 2. يبقى دي برضو احد المسائل الصغيره بس تيجي فعلا في افكارها في الامتحانات كتير. طيب تعالوا نشوف اكزامبل تاني. اكزامبل 3A bracket A minus 2B minus 6B bracket A minus 2B. هنا لقيت حاجة جميلة.
البراكت كومن اوكي خلاص اولادنا بداوا يلاحظوا الحته دي جميله جدا ان على طول بياخدوا بالهم من البراكت بقى هايست كومن فاكتور تمام. لكن في عندي كوفيشنز زي ما قلت لحضرتك قبل كده 3 باي فاكتورايزنج 3 ات ويل بي 3 تايمز 1 باي فاكتورايزنج 6 ات ويل بي 3 تايمز 2 سو ذا هايست كومن فاكتور ويل بي 3 براكت اي ماينس 2 بي ده هايست كومن فاكتور. تعال نشوف السؤال عايز ايه. Then find the numerical value of the result when a minus 2b equals absolute negative 1 over 3. مسألة مسائل مهمة انه مديني في الاخر اعوض بالبراكت بتاعي عشان يطلع الانسر فاليو. He is finding the numerical value. عايز الريزلت يطلع رقم. طب تعال نشوف. Solution. عايز الكومن فاكتور زي ما قلت لحضراتكم. Right. احنا واخدين الكومن فاكتور 3 و براكت a minus 2b. هنا يتبقى a اهي ده الريميندر الاولاني وهنا من ال 6 اتبقى 2 وبقى جنبها b يبقى a minus 2b. فوجئت بقى بتشابه جميل جدا هو ان الريميندر طلع congruent للبراكت اوف ذا هايست كومن فاكتور. يعني لو واخد 3 as a common factor a minus 2b as a common factor and the remainder it will be a minus 2b also. So a minus 2b time a minus 2b. طب هو اداني الفاليو بتاعت البراكت ده على بعض يا اولاد. a minus 2b it will be absolute negative 1 over 3 اللي حضراتكم عارفين ان هي معناها 1 over 3 عشان الابسوليوت وظيفته بيشيل النيجاتيف. تمام؟ يبقى اذا absolute negative 1 over 3 equal 1 over 3. So the result it will be بصوا كده الانسر هيتعمل ازاي. انا سبت الـ a زي ما هي الـ 3 زي ما هي. عملت replacing by substituting the first bracket a minus 2b by absolute negative 1 over 3 and a minus 2b also by negative 1 over 3 absolute and by computing the result write absolute negative 1 over 3 equal 1 over 3 absolute negative 1 over 3 equal 1 over 3 يبقى لو عملت by using our calculator 3 times 1 over 3 times 1 over 3 it will be equal 1 over 3 يبقى ده الفاينل انسر اللي هو طلع 1 over 3. طيب example تاني factorizing برضو by taking out HCF. Find the result by identifying HCF. دي سهلة جدا يا ولاد ان يطلب مني ال highest common factor وكلها ارقام. لو بصيتوا حضراتكم 7 times 123 ده term 7 times 35 ده term 7 times 18 ده term. So the common factor it will be 7. واضحه قدام حضراتكم اهي ان الكومن فاكتور كام 7. يبقى السوليوشن بتاعي لو خدت الهايست كومن فاكتور 7 اهي يبقى الريميندر من اول ترم 123 ثاني ترم 35 ثالث ترم 18 وباي كومبيوتنج 123 بلس 35 ماينس 18 ات ويل بي 140 سو باي ملتبلاينج 7 تايمز 140 ات ويل بي 980. يبقى زي ما حضرتك شفتوا ان ممكن الريبيتد يكون كلها نمبرز وفي الاخر نحسب الفاليو وخدت الريبيتد برضو اللي هو 7 as a highest common factor وحسبنا الريميندرز الباقيين مع بعض using our calculator وحسبنا التايمز بعد كده. طيب بعد كده example برضو بيقول لي complete the missing terms. دي برضو من الحاجات السهله جدا. بيقول لي x over y equal 1. طبعا دي من غير نقاش يا اولاد فعلا برافو عليكم اولادنا جاوبوها كويس. x over y equal 1 means x equal y. لما يكونوا اي حاجتين divided بعض ب 1 مش دي معناها equal بعض؟ 5 over 5 ب 1, 6 over 6 ب 1 and so on. So 3x minus 3y ان انا اقدر اخد common factor ما بينهم 3 common factor اهي يا اولاد. لو انا خدت 3 common factor هيبقى لي bracket x minus y. طبعا لما يكون x equal y ايوه برافو عليكم يبقى x minus y ب 0. معناه 3 times 0 يبقى الانسر يكوال 0. طيب نمبر 2 لما يقول لي 7x power 2 minus 21 ال 7 هتبقى 7 times 1 وال 21 7 times 3 يبقى common factor 7 وخدنا repeated x يبقى هنا الريميندر هيبقى x صح كده وهنا لما اخد common factor x يبقى الريميندر ايه 3y 3 اللي بقت من 21 وال y الريميندر اللي بقى. طيب the last one دي ال HCF بتاع دول هو عايز ال highest common factor بس فلو فكيت ال 12
4 تايمز 3 لو فكيت ال 8 4 تايمز 2 يبقى هاخد الكومن فاكتور 4 ده كلام صحيح والاكس باور 3 اكس باور 2 هاخد الليست باور اكس باور 2 واي باور 4 واي باور 4 الليست باور واي باور 4 يبقى فعلا الريميندر زي ما حضرتك شايفين قدامكم اهو الهايست كومن فاكتور هيبقى 4 واكس باور 2 ليست باور واي باور 4 ليست باور فيطلع فعلا الانسر 4x باور 2 واي باور 4 لانه في الكومبليت هنا كان طالب مني الهايست كومن فاكتور بس ما طلبش مني الريميندر يا اولاد ودي كانت الاسئله بتاعتنا خلصنا حلقتنا النهارده ان شاء الله ونلقاكم دايما على خير في حلقات اخرى كان معاكم مستر احمد شعبان واشوفكم في حلقات تانية والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.